مين ده؟ مأمون بيك معه مكتوب بده يوصله لجناب المفوض. الحقيقة يا مأمون بيك، نحن متفاجئين انك من حارة الضبع. وليش متفاجئين؟ انا بفتخر اني بنتمي لهالحارة العظيمة، واللي صاير بالحارة مجرد سوء تفاهم لا اكثر ولا اقل. سوء تفاهم شو يا مأمون بيك؟ الله يطولنا بعمرك، رجال حارة الضبع عملوا مذبحة واخذوا معهم اسرى، وانا ذات نفسي لولا حلم الله كنت رحت فيها. على كل حال بشوف المفوض السامي راح يحكي بموضوع الحارة، لا تهتم. يعني بلا منقودية مأمون بيك راح تحكي مع السلطات العليا مشان حارة الضبع؟ ولو يا ابو جودات، هدول ولاد حارتي وراح اعمل كل اللي بقدر عليه. مشي مأمون، نحن ما عرفنا سبب زيارتك على دمشق بعد هالمدة الطويلة. الحنية يا جناب الكومندان. ابن الشام بلف الدنيا كلها بس إلا ما يجي يوم ويرجع للشام. الله أعلم الزلمة في شي وراه، شو هو ما بعرف. فادي أمرك سيدي. هاي بتسكروها بالأسلاك الشركة، وبدي حراسي 24 ساعة على 24 ساعة. أصدي مفهوم سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جناب مأمون بيك يا أبو صياح بيكون ابن أخوه الزعيم أبو صالح زعيم حارة الضبع الله يرحمه. شو هالحكي؟ أهلا وسهلا بالسيد مأمون. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بالمختار. جناب مأمون بيك يا أبو صياح كان متغرب برات البلد، فأنا دقيت على صدري وقلت له راح أعرفك على كل وجهاء وزعماء الحارات كلها، وبالمقابل هن بيتعرفوا عليك. بارك الله فيك يا أبو جودات. رحمة الله على أبو صالح كان محبوب من أهل الشام كلها، كان لما يدخل صلحة ما حدا رد له طلب. عيش يا مختار. أهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا. قابلت المندوب؟ قابلته وحكيت له عن كل الأوضاع اللي حكاني عليها أبو جودات. قصدك أوضاع حارتكم؟ اي نعم، وعدني لا إلى حل. كان لازم تفوت على الحارة وتشوف شو صاير فيها. الفرنساوي مانع عنه الأكل وقاطع عنه الكوران، ما بقى إلا يسد على أنفاسهم الهوى. أنا رايح فوت على الحارة، وإذا حابب ترافقني أنا ما عندي مانع. مأمون بيك، عدم المؤاخذة من غير منقودية، شلون بدك تفوت على الحارة؟ جناب المفوض عطاني إذن دائم بالدخول والخروج على كيفي، وإنه رافقني مين ما بدي، فإذا حابب يا مختار ترافقني أنا ما عندي مانع. إيه برافقك، ليش لا؟ السلام عليكم. أهلين أبو فارس. وعليكم السلام. أنت هون يا أبو فارس ونحن ما عندنا خبر؟ خير يا أبو جودة، ليش في شيء؟ جماعة البلدية يا أبو فارس عم بيقولوا إنك متغيب عن شغلك. شو متغيب عن شغلي يا أبو جودة أفندي؟ ليش بقدر داوم بمحرسي والعسكر الفرنساوي مسكر الحارة؟ البلدية ما دخل بالشي اللي عم بيصير يا أبو فارس. أنت كان لازم تسلم حالك للبلدية، وهي بتحطك بالحارة اللي بتلاقيها مناسبة لبين ما تهدى الأوضاع بحارة الضبع، فهمان يا فارس؟ ما تعرفنا على الأخ. أبو فارس بيكون حارس حارة الضبع، سيد مأمون بيكون ابن أخوه للزعيم أبو صالح الله يرحمه يا أبو فارس. مأمون ابن أخو الزعيم أبو صالح الله يرحمه؟ إيه نعم يا أبو حاتم، واللي فهمته إنه كان ببلاد برا وجاي مزنجل. شو القصة أبو حاتم؟ انت بتعرفوا لهالزلمة؟ بعرفه، شلون ما بعرفه؟ بس لما ابوه سافر برات البلد هو وعياله كنا صغار. لكن ليش استغربت لما خبرك ابو فارس؟ استغربت لانه مأمون هذا اللي عم تحكوا عنه صار له كل هالسنين غايب برات البلد، ولا جاب سيرته ولا حنلا، حتى عمه الزعيم الله يرحمه ما كان يجيب سيرته وقطع الامل منه. معناته عمي هذا الرجال اكيد مشتاق لحارته وحانن له كثير، ما في كلام. وقال ليش يرجع الحاره بعد هالعمر؟ السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. ابو الفوارس هون، يقبرني ربك. انا شو في اخبار جديده؟ الجديد يا ابو العز انه هذا مأمون بيك ابن اخوه للزعيم الله يرحمه اللي كان عايش ببلاد برا رجع على الحاره. مأمون بيك اهلين. مساء الخير عقيد.
مساء الخير مختار. خير. شو خبرت ابو حاتم؟ خبرته مختار وقال مظبوط بانه هذا مأمون بيك بيكون ابن اخوه للمرحوم الزعيم ابو صالح وما شافه من قد كان صغير. بدي اياك تشتغل معي واذا الله هيك فتح. يسلموا هاليدين. الله يسلمك يا بيك. بدي اياك مثل خيالي وين ما بمشي بتمشي معي ولما بعطيك امر لتنفذه ما بتسالني لا شلون ولا وين ولا كيف. اها كل شيء مأمون بيك ما له تمام؟ لا له تمام. شلون ما له تمام؟ مسيك هذول ضبهم بجيبتك. كل هذول مأمون بيك؟ قلال. لا شو قلال؟ بقى شو قلت؟ موافق ولا مو موافق؟ موافق وبس. هات لو بصم لك بالعشرة. لا ما بدي تبصم لي لا بالعشرة ولا بالعشرين. لما بعطيك أمر بتنفذه بدون ما تحكي ولا حرف والمصاري اللي بدك يا موجودة. أنا محسوبك مأمون بيك بس إلي عندك شرط. شروط عكيفك. اليوم اللي بدك تخوني فيه بتقعد بينك وبين حالك بتكتب النعوة تبعك وبتنزل تاني يوم الصبح بتلزق واحدة على باب الجامع والباقي بتوزعه بالحارة لأني أنا شخصيا ما لي فاضي وزع نعوات حدا. شرطك على رأسي مأمون بيك. ماشي شراب شاي. اسمع يا ابو هلال. مور مأمون بيك. انت من اليوم ورايح اللي بيحكي معك حكي وبس. لازم يحسب لك الف حساب. وانت قلت يا بيك محسوبك من ايدك هي لايدك هي. يا كريم لوين رايحين مأمون بيك؟ رايحين على حارتي حارة الضبع. امكانه جناب الكومندان تأخر مو هيك؟ مظبوط مأمون بيك. جناب الكومندان عنده اجتماع مع المستشار العسكري بس حضرتكم بتفوتوا على الحارة امتى ما بدكم. تفضل يا ابو جودات. بعد اذنك مأمون بيك انا لازم نبهك انه اهل حارة الضبع ما بيرتاحوا لي. ليش؟ ما بعرف. هن ما بيحبوا اي واحد غريب عن حارته. انت مو معي يا ابو جودات؟ اعتبر حالك واحد منهم. الله ويداك. عن اذنك ليوتنو. اهلين وسهلين مأمون بيك. ابو هلال حالي. بامرك يا بيك. شارف عمي الله معك. تعال ولا تعال لك اكيد بتروح هلا على المضافه اللي عند ابو قاسم ورجال الحاره بتقول لهم انه الباب انفتح وابو جودت معه عالم راح يفوتوا على الحاره. هوا اهلين ابو جودت. اهلين حكومه. اهلين ابو محمود. لك بدر يا مبريح كاس وبك هذا كاس؟ هاي استنكت كاس كانت عندي بالبيت وزعتها على المحتاجين بالحارة. مو وقتها هلا. إلينا شوف. ماني شايف حدا من رجال حارة الضبع هون. وينهم؟ ليكم بالمضافة. يعني مجتمعين بالمضافة؟ لا لا مو ما تأخذني بالسؤال عمي عم جودك. ما خلصنا مين الأفندية؟ خلاص ولك حيوان. شرفوا مأمون بيك. تفضلوا. تفضلوا. خير ان شاء الله. اهلين ابو جودت. اهلين بالشباب. اهلين شيخي. اهلين فيك ابو جودت. شايفين معك ضيوف. ضيوف؟ ابو هلال ضيف على الحارة صعية شيخي بس جناب مأمون بيك ما له ضيف بنوب. مأمون بيك ابن حارة الضبع عبا عن جد. جناب مأمون بيك ابن الغوالي اللي صلكم زمان لا شفتوه ولا سمعتوا عنه. ابن الغوالي؟ ابن مين؟ مأمون بيك يا شيخي ابن اخوه للمرحوم الزعيم ابو صالح زعيم حارة الضبع. ابن اخو الزعيم؟ قصدك ابن ابن كامل يا شيخ عبد العليم. مأمون والله ما عم صدق عيوني يا جماعة. لك يا ميت أهلين وسهلين. لك متغير علي كتير يا رجل. كيف بعرفك وقت ما كنت صغير هلا تأدب وأنا كمان كنت صغير. مأمون بيك
أبقاسي. يا أهلين وسهلين يا أبقاسي. لك أهلين وسهلين سيد مأمون، أهلا وسهلا فيك مأمون بيك. وهذا عصام، عصام ابن المرحوم شوكة الله يرحمه. الله يرحم تراب ابوك. الله يرحمه. تعيش تعيش يا افندي. وانا مرزوق خضر الحاره، تذكرتني هيدا كانتي. يا اهلين بمرزوق. والله اهلا وسهلا سيد مأمون. لك ليش واقفين هون؟ تفضلوا تفضلوا على المضافه، تفضلوا. يا اهلين وسهلين، ميت اهلا وسهلا. شرفتونا والله. تفضلوا. ابن مين قال؟ عم يقول ابن اخو للزعيم ابو صالح الله يرحمه، ابن كامل الضبع. العمى شو خفت انا؟ اظراف الشاي بس سكر زياده، مو على اساس ما عندكم بالحاره لا قهوه ولا شاي. يا ابو جودات وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. اهلين سيد مأمون. يا اهلين فيك يا شيخي. اهلين مأمون بيك، ما عرفنا على الاخ اللي معاه. هذا ابو هلال بيشتغل معي. اهلين وسهلين، شرفت حقك مأمون بيك. شرفت يا ابو مرزوق. يا لطيف يا جماعة، يا لطيف على الأيام شو بتغير بالبني آدم. يعني ما أنت مأمور صغير نحن منعرفه. ليش مين منا ما تغير يا أبقاسي؟ عليم الله ما عرفت ولا واحد منكم. يعني ما يمتذكر غير حضرتك وشوكة الله يرحمه، هيك لما كنا صغار نلعب بالحارة. بس عتبنا كبير كتير عليك يا سيد مأمون. ليش يا أبقاسي؟ يعني معقول تنسانك لهالمدة يا أخي؟ شو بدي ساوي يا أبقاسي؟ الشغل كان آخذ مني كل وقتي. مأمون بيك؟ شو كنت تشتغل بلا زغراء؟ كان عندي شركة ناليات بحرية. يعني تنقل بضايع على البواخر؟ ايوه اي نعم. شفت ابو قاسم؟ شفت شلون ببدع الطير؟ مأمون بيك تركت كل شغلك مشان ترجع على حارتك؟ صدقوني يا جماعة ما في اغلى على قلب البني ادم من بلده وريحة تراب بلده وبالاخص حارته، خصوصي لما بيكون فيها جماعة طيبين شرواكم بالخير. الوالد أعطاكم عمره بالغربة وكانت وصيته الأخيرة إني أرجع على بلدي وحارتي. إيه الله يرحمه سافر من زمان وكان لساته شب، والزعيم أبو صالح الله يرحمه ما كان رضيان على سفره. بس اللي بعرفه إنه ابن عمي صالح كمان توفى بالغربة. مظبوط، صالح الله يرحمه توفى بالأرجنتين ويوميت الحارة كلياتها زعلت عليه. إيه والله، بس هالوش مو غريب عني، كأني شايفك قبل هالمرة. مو غريب إلا الشيطان أبو مرزوق. غريبة الحقيقة يا جماعة، أنا سمعت عن كل اللي صار بالحارة وصدوني إني زعلان من كل قلبي. طالما بتعرف المفوض يا ريت تحاكيه خليه يحل لنا مشاكلنا. يا جماعة الناس تعبوا وجاعوا، مر علينا أيام وليالي ما دقنا مثل بأيام السفر بلك، حتى الكوران قاطعينه ومسكرين علينا باب الحارة مانعيننا نفوت ونطلع ولا القلعة. إيه نعم مظبوط هذا الكلام يا بابو بيك، الجماعة تعبانين كتير، اجونا جهات الشام مشان حلوا المشكلة، لحد هلا ما صار معهم شيء. وعدم المؤاخذة نص شباب ورجال الحارة محكومين إعدام غيابي. صدوني يا جماعة ما بعرف شو بدي لكم، بس أنا رح أحاول أعمل شيء بلكي بتفرج عن قريب. الله يسمع منك يا سيد مأمون، والله قلبي حاسس إنه رح تفرج على يدك. إن شاء الله إن شاء الله. المهم يا سيد مأمون، وين ساكن هلا؟ مأمون بيك نازل يا شيخي بأوتيل زهرة دمشق. شو هالحكي؟ معقول واحد من حارة ضبع ينزل بأوتيل؟ بيت جدك بعده موجود، هو نفس البيت اللي عاش فيه المرحوم أبو صالح والبيت فاضي. رحمة الله عليه. معناتها ما حدا قاله مني عليك يا سيد مأمون، تبعت بتجيب غراضها بتجي بتقعد بيناتنا وما عاد لك حجة بالمرة. ها صدقوني يا جماعة، صدقوني خجلتوني. خير شبك سيد مأمون؟ حيا يا جماعة، أنا زعلان على كل ساعة مضت من حياتي بدون ما أكون معكم بهالعادات الحلوة بهالحارة. من يرد الله به خيرا يصب منه، ما صار شيء سيد مأمون، كل شيء بيتعوض بإذن الله. إن شاء الله. عتز.